بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة نتكلم على الـ function of plasma membrane. الـ function of protein in the plasma membrane. أول حاجة form as channels. ده بيكون أو بيبقى البروتين موجود في الغشاء الخلية على هيئة channels، قنوات through which certain substances can enter the cell or exit the cell. من خلاله بعض المواد المحددة تدخل الخلية وتخرج من الخلية. مش بس موجود على هيئة channel، لا، ممكن تبقى موجودة على هيئة carrier. acts as a carrier involved in the passage of molecules through the membranes. برضو بيسمح بمرور الجزيئات داخل وخارج الخلية، وده بيسمح في الغالب بمرور الأيونز الموجودة داخل الخلية أو recharged molecules. النقطة التالتة اللي هو acts as enzyme، ان هو يعمل كانزيمات ذات كاتالايز ذا رياكشن، وغالبا بتبقى في الميتابوليك باث واي، غالبا دايما في التفاعلات الايضيه بتساعد في تحفيز التفاعلات والمسارات الايضيه. رقم 4 ان هي الجلايكوبروتين الموجود على البلازما ممبرين اكت از ريسبتورز فور ويتش ا كيميكال ميسنجر سوتش از الهرمونز بايند تو ذا بلازما ممبرين اند some changes occur inside the cell to do their response، عشان يحصل الاستجابه للسيجنال اللي جايه على هيئه هرمونز. يبقى what is the function of the protein in the plasma؟ رقم 1 انها تبقى ترانسبورت زي ما قلنا قبل كده، وترانسبورت اما يكون channel او يكون carrier او act as enzyme or act as a receptor، وفي الحاله دي بنتكلم على الجلايكوبروتين. ده أول حاجة خالص، وعملية الترانسبورت إما يكون channel like this تبقى hydrophobic hydrophilic channel معينة، أو تبقى act as a carrier ويبقى فيه بامب للكارير ده بيشتغل عن طريق الـ ATP from low concentration to high concentration against the concentration gradient. لكن ده بيبقى عادي from high concentration to low concentration، لكن لازم يكون hydrophilic يعني محب للماء، أو تبقى charged. ده أول حاجة في عملية الترانسبورت. يبقى البروتين في الشكل ده بيقوم بعملية ترانسبورت molecules in and out or it act as enzymatic activity. يبقى أول حاجة قلنا channel or carrier. رقم 2 أو رقم 3 في عملية إن هو act as enzymes، بيتكلم على البروتين ووظائف البروتين، إما يكون ناقل أو يكون channel قناة، أو رقم 3 أن يكون أن يكون إنزيم. وفي الحالة دي الإنزيم زي ما نشوف كده in this case the protein built in the membrane، البروتين اللي هو موجود في غشاء الخلية المبني في تركيبه كجزء من تركيبه act as enzyme. وفي الحالة دي طبعا الـ active site is exposed to the substrate. لما يكون عندك enzymes بشكل ده كده، مثلا نقول ان ده الـ active site. الـ active site ده يبقى exposed outside عشان يرتبط بايه؟ بالـ substrate اللي هي المادة التي يعمل عليها الـ enzyme. Like in this shape ده الـ active site موجود اهو، يرتبط بالـ substrate الموجود ويتحول الى مادة اخرى في التفاعل الايضي الموجود، وبالتالي يبقى هو خطوة من الخطوات اللي بتحصل في الميتابوليك باثوي. it works in the metabolic pathway. الوظيفة اللي بعد كده ان هو بيستخدم في السيجنال ترانسدكشن، يعني في توصيل الاشارات داخل الخلية عشان الخلية تستجيب وتديك ريسبونس استجابة معينة او تقوم بوظيفة معينة. يعني في المعنى يبقى عندك membrane protein act as a receptor has a binding site specific for chemical. يبقى هو مش في الحالة دي مش انزيم، لكن هو عبارة عن بروتين، والبروتين ده act as a receptor كمستقبل، بيستقبل ايه؟ بيستقبل الكيميكال ميسنجر في رسل كيميائية اللي بيسموها طبعا ايه؟ الهرمونز. فهو بيستقبل الهرمونز في binding site في اماكن محددة هي بيرتبط فيها، هو الجزء ده signal molecules الهرمونز مثلا، وده الريسبتور الموجود فيه اللي هو البروتين موجود فيه غشاء الخلية. أول ما ياخد الإشارة يبدأ يعملها ترانسدكشن وينقلها لداخل الخلية عشان تقوم بوظيفتها. الوظيفة اللي بعد كده هو سيل ريكوجنيشن، عملية تعارف ما بين الخلايا وبعضها. Some glycoprotein serve as identification tags، يعني بتبقى هي عبارة عن الوسائط الإيه؟ وسائط التعارف ما بين الخلايا that recognized by the membrane protein of the other cell. يبقى ده الجلايكوبروتين
ده جزء آخر من خلية. لو حصل فيه تكامل ما بين الشكل ده والشكل ده عن طريق الايه الماتشنج ما بين الاتنين وبعض، يبقى الخلية دي يبقى يتعرفوا على بعض، يبقى بيسموها سيل ريكوجنيشن عن طريق الجلايكوبروتين او البروتينات السكرية، تبقى زي وسائط للتعرف على الخلايا وبعضها البعض. ده الفلويد بالموزايك موديل اللي قلنا عليه قبل كده، ده الاوليجوسكرايد الموجودة في السلسلة الريكوجنيشن، ده الممبرين بروتين سواء ده أو ده أو ده، إما يكون ريكوجنيشن اللي هو جلايكوبروتين أو ريسبتورز أو ترانسبورت. موجود ده الأوتر سيرفيس وده الإنر سيرفيس اللي هو السيتوبلازم. هتلاقي فيه الفوسفوليبيد باي لاير اللي هي طبعا بتعمل كنترول أكسس لترانسبورت الجازس والووتر. هتلاقي كمان الكوليسترول اللي قلنا عليه اللي هو بيمثل الفلويديتي، بيساعد على تنظيم الفلويديتي في البلازما ميمبرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.